السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد يا رب ينول اعجابكم زي ما عودناكم. نخش في الموضوع على طول عشان ما نطولش عليكم، نقول بسم الله اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة الحلقة بتاعتنا مهمة، هنتكلم فيها ازاي التخلص من الحشرات جميعا بجميع انواعها، تمام؟ لان احنا استخدمنا منتجات كتير، وانا واحد من ضمن الناس تابعت ناس كتير على اليوتيوب عشان اتخلص من موضوع الحشرات اللي موجودة في الحمام، لكن بصراحة معظم الحاجات ما جابتش معايا ايجابي، يعني في حاجات استخدمتها يا دوبك قتلت الدبانه بتاعه الحمام، وفي حاجات تانية ما قدرتش اتخلص من بعض الحشرات اللي موجوده في الحمام. النهارده ان شاء الله هنتكلم ازاي في حلقه مختصره ومفيده عشان ما نطولش في الكلام فيها كتير، ازاي نتعامل مع الحمام في الصيف وازاي نتعامل معاه في الشتاء وازاي نتخلص من جميع الحشرات اللي موجوده في الحمام. اولا احنا مثلا هنفترض ان احنا في فصل الصيف، احنا طبعا دلوقتي في فصل الشتاء، بس هنقول ان احنا في فصل الشتاء الصيف. انا بتكلم معاكم حلقه عشان ايه ما ارجعش نعمل حلقه في الصيف وحلقه في الشتاء. هنقول بسم الله احنا دلوقتي لازم دايما في الصيف نحمي الحمام بتاعنا باستمرار. طيب نستخدم ايه في الحمام عشان نحمي الحمام؟ اهم حاجه بنستخدمها طبعا احنا بنحط مضاد ميه حسب الحمام عندنا. بعد كده بنجيب ثلاث حاجات، بنجيب افروزين 60، وبنجيب اوكتوميسرين 5%، وبنجيب خل تفاح، تمام؟ وبنخلط الثلاثه دول في الميه، تمام كده، وبنبتدي نحمي بيهم الحمام. طب الثلاثه دول فايدتهم ايه؟ بيخلصوا على الحشرات نهائيا؟ لا، عن تجربة جربتهم واستخدمتهم وبرضك ما خلصونيش من جميع الحشرات اللي موجودة في الحمام. طيب دول بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا لو في بكتيريا على جسم الحمام، في اي مشاكل في فرد الحمام، بتنقيه، في فطريات على جسم الريش، على مش عارف ايه الكلام ده كله، بتقتلها وبتتخلص منها، حاجات انت مش شايفها بعينيك غير الموضوع وده. والكومسرين برضك بيخلصك من الدبانة بتاعة الحمام النهائي. طيب التلاتة دول انا عشان استخدم حموم للحمام بالتكلفة دي، تكلفة عالية، يعني العلبة دي النهاردة بقت ب20 جنيه وفاضية، تمام؟ أنا ما بقتش أستخدمها، بقيت يعني دي بقى عندي فترة كبيرة، يا دوبك ممكن بستخدمها في الحموم مش أكتر ولا أقل، تمام؟ والإفروزين غالية، وخلي التفاح مفيش منه مشكلة، يعني أنا عشان أحمي شوية الحمام أصرف لي 50-60 جنيه، طب على إيه؟ وما بستفادش إيه كتير. طيب دول كده بستخدمهم في حموم الحمام. اتفرجت على فيديوهات تانية برضو قالك تجيب بودرة، تمام، وتخففها ببودرة تلج وتستخدمها للحمام وتبتدي تبضل الحمام عشان تخلص منه من الحشرات اللي موجودة في الحمام، برضك ما جابتش معايا ايجابي. ماشي، بضرت الحمام ومش عارف ايه، ما تخلصش من الحشرات الموجودة في فرد الحمام بشكل قوي. طب ايه اللي جاب معايا نتيجة خلاني اخلص من كل المشاكل دي؟ طبعا التبضيل ده لو انت بتحب تبضل بتبضل معاك في الصيف او في الشتاء مفيش منه مشكلة، لكن حاجة زي الحموم في الاولية مش هينفع احميهم في الشتاء، طبعا مستحيل. طيب انا استخدمت ايه؟ انا جبت بخاخة، تمام، وحطيت فيها، ثواني اجيب لكم اسم العلاج، وحطيت فيها اسم العلاج اهو موجود عندكم على الكاميرا، تمام، يا رب يكون واضح، اللي عايز ياخد سكرين شوت ليها ياخده، تمام. العلبه دي تمنها 20 جنيه. حد هيقول لك طب ما هي غاليه 20 جنيه غاليه؟ لا هي مش غاليه، ليه؟ لان العلبه دي بتقعد معايا كتير جدا. بستخدمها ازاي؟ العلبه دي فيها 2 سنتي 2 سنتي، السنتي بحطه على رتل الميه، تمام. انا دلوقتي خدت منها سنتي وحطيته في بخاخه زي كده، تمام، وبزودها رتل ميه. بتعامل مع الحمام ازاي بقى؟ انا دلوقتي طبعا في فصل الشتاء، لما يجي فصل الشتاء ما اجيش استخدم اي حاجه مع الحمام مثلا تبقى وقت الظهر وتدور على يوم مشمس، تمام، في فصل الشتاء عشان الحمام برضك مهما كان ما يسقعش، تمام. ادي فرد الحمام اهو، ما بكترش من المسوق، هي رشه بس، ورشه في الجناح الثاني بس، ورشه في الديل، ورشه من تحت بس، ما بكترش اكتر من كده، وادخل فرد الحمام الثاني مكانه. ده الاستخدام بتاعها، ولا هتبص تلاقي ولا حشره ولا سوسه ولا اي حاجه،
بتديلك على جميع امراض الحشرات اللي موجوده في الحمام. وخلي بالكم ان الحشرات اللي موجوده في الحمام بتسبب المرض عند الحمام، اولا الجدري والقرص والكلام ده اللي احنا عارفينه. تاني حاجه بتنقل المرض من فرد حمام سليم لفرد حمام عيان، دي حاجه. تاني حاجه بيخلي الحمام يهجر البيض بتاعه او يسيب البيض بتاعه طول ما موجود حشرات عند الحمام باستمرار، ماشي. دايما الناس تيجي تقول لك بص للحمام قاعد على الحصوه وبعد كده ساب الحصوه ومشي بسبب الحشرات. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش بالدعاء والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.